قال المؤلف رحمه الله: وهمز جيم الدين ينال في النسب. قال همز التأنيث الممدودة حكمها في النسب، حكمها في التثنية. إذا كانت تقلب واو تقلب هنا واو، ففي نحو الصحراء إذا نسبت إليها تقول صحراوي كما تقول صحراوان، وفي نحو عشراء تقول عشراوان في التثنية وتقول هنا عشراوي، وفي نحو كساء وبناء تقول كساوي وكسائي وبناوي وبنائي، كما كنت تقول بالتثنية كساءان وكساوان وبناءان وبناوان، وتقول في نحو علباء علباوي، وتقول في نحو قوباء قوباوي أو قوبائي، كما كنت تقول هناك قوباءان وقوباوان، وتقول في نحو قراء قرائي كما كنت تقول قراءان لا غيره. والراجح هناك هو الراجح هنا، ففي نحو علباء الراجح هناك علباوان، وهنا الراجح علباوي، وكساء الراجح هناك كساءان، والراجح هناك كسائي. أنا أخوي هذا معنى نقوله: وممز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. اقرأ. وانسب لصدر جملة المركب تركيب إسنادي: شاب قرناها برق نحره ذرى حبا تأبط شرا، انسب لصدره فتقول فيه برق نحره برقي، وفي نحو تأبط شرا تأبطي، وفي شاب قرناها شابي. أنا أقول وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزا المركب تركيب مزي الأصل أن ينسب إلى صدره، فتقول في حضرموت حضري، وفي بعلبك بعلي، فهل يتفرع عنه أربعة فروع: إما أن تنسب لكل منهما فتقول برقي نحري بعلي بكي، نسبت لصدر منهما. قال الشاعر: تزوجتها رامية هرمزية بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق. رام هرمز نسب إلى الاثنين، وكذلك يتفرع عنه أن تنسب إليهما معا، كما نقول في بعلبك بعلبكي، أو أن تنسب إلى الأخير فقط فتقول بكي فقط. فهذه أربعة أوجه تتفرع عن الأول، وابن مالك صدر بالأول وهو أن تنسب إلى الصدر فقط. أنا قوله وانسب لي صدري جملة وصدري ما ركيب مزا، ولثان تم ما إضافة مبدوءة بابن نوب أو ما له التعريف بالثاني وجب. فتقول في النسب إلى المصدر بابن تنسب إلى عجزه، فإذا نسبت إلى ابن علي تقول علوي، وابن عباس تقول عباسي، وابن الزبير زبيري، وكذلك ما صدر بأب كأبي بكر تقول بكري. قوله أو ما له التعريف بالثاني وجب، هذا قالوا من قبيل عطف العام على الخاص، فلا لا يأتي بشيء جديد، يدخل فيه الوجهان الأولان. فيما سوى هذا نسبا للأول، ما سوى هذا نسبا للأول، فتقول في مليل قيس مليل قيس مرائي، نسبت لأوله، إلا إذا حدث بذلك لبس، لو نسبت إلى عبد الأشهل نسبت إلى صدري تقول عبدي، يرتبس بعبد الدار وبعبدي بعبد الله تعوذ بالله وبعبدي. وبعضهم لجأ في مثل هذه المركبات إلى صياغة فعلل، إلى أن ينحت اسما ينحت وزنا على مثل فعلل وينسب إليه، فيقول في عبد الدار عبدري، عبد شمس عبشمي، عبد تيم اللات تيملي، عبد قيس عبقسي، مر القيس مرقسي، لجأوا إلى بعضها. هذا ما أقوله: ما لم يخف لبسك عبد أشياء قاسية. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا ان لم يكن رده الف في جمعه التصحيح او في التثنيه، وحق مجبور بهذه توفيه. قال اذا نسبت لاسم سقطت منه اللام، فاذا كانت اللام تعادله في التثنيه وفيما جمع بالف وتاء رددها هنا وجوبا، وان كانت لا تعود اليه في التثنيه ولا في الجمع فانت بالخيار، ان اعدتها فصيحه، ان تركتها فصيحه. فتقول النسب الى اخ أخوي، وإلى أب أبوي، أخ ساقطة لامه أصله أخو، أب أصله أبو، فإذا نسبت تقول أخوي أبوي تماما، كما تثني تقول أخوان وأبوان، وتقول في عضة وسنة عضوي وسنوي، كما تقول عضهات وسنوات.
وتقول فيه حر حر ذنوه، قالوا حراني، فإن شئت قلت حرحي بياء اللام، وإن شئت تركتها. وكذا تقول في شفة شفة، قالوا شفتان، لم يعيد اللام اللام الهاء. وكذلك ذوبة، قالوا ذوبتان، فلك هنا أن تقول ذوبوي بياء اللام، ولك تقول ذوبي وشفة شفة، لك تقول شفهي وهي لغة اليوم، أو شفي كلا ما صحيح. في نحو يد ودم، من يعيد اللام في التثنية عليه أن يعيدها في النسب. بعضهم يقول في يد يديان، وفي دم دميان، عليه أن يقول دموي ويدوي. والذي لا يعيدها فهو بالخيار، إن أراد أن يقول دموي لا شيء عليه، وإن قال دمي لا شيء عليه. قالوا الساقطة لامه المعوض عن همز وصل، فأنت بالخيار، إن شئت أعدت المحذوفة، وإن شئت أبقيته كما هو. تقول في النسب إلى اسم اسم، وابن ابني، أو اسمي، أو سموي، أو بنوي، أو بنوي، كل صح. الله أنا قوله واجبر برد اللام ما منه حذف. قالوا هكذا أطلقوا، وهو مقيد بشرط أن لا يكون معتل العين، فإن كان معتل العين وعيدت اللام وجوبا، كما لو نسبت إلى شاه شاه تقول شاهي، أصل الشاه في العربية شوه، الشات الشاه أصلها شوه، حذفوا الهاء تخفيفا شوها. وهي لام الكلمة لا شوها، فشوها أفضت الواو إلى التاء، التاء لا بد أن تسبقها فتحة كشجرة وبقرة، فتحوا الواو انقلبت ألفا، الواو والياء إذا سبقتها فتحة وكانت متحركة تقلب ألفا صارت شاه. أرها؟ ولذلك عندما يجمعون يقولون شياه عادة الهاو أنا قوله. فإذا كان معتل العين يجب إعادته، كما لو نسبت إلى لو بمعنى صاحب تقول لووي وجوبا، مع أنهم قالوا يعني قالوا لواني، لم يعيدوها في التثنية، ولكن إذا جمعوا أعادوا لها، لا نسبوا أعادوا لها الواو وهي لام الكلمة لأنها معتلة اللام، والمعتل اللام لا بد أن تعاد لامه إذا نسبت إليه. تقول في ذو بمعنى صاحب لووي، وفي شاه شاهي أو شوهي على أصل الأخفى إن شاء الله تعالى. شيخ ثبة ها؟ ثبة ثبوي ثبتي ثبتان، إذا أثنوا العرب قالوا ثبتان، لم يعيدوا اللام المحذوفة، فلك أن تقول ذوبي، جمعها ثبات ذبات. وحق مجبور بهذه توفيه، حق مجبور بهذه اللام توفيه، أن يوفى في حق مجبور بها في التثنية أن تعادلي في النسب. قال أخ وأخت، قال أخت وبنت. قال السيبوي تعاد بمذكراتها، فتقول في بنت بنوي كما تقول في ابن، وفي أخت أخوي كما تقول في أخ. وقال يونس لا، بل ينسب إلى لفظها، فتقول أختي وبنتي. واحتجوا عليه بأنه عليه أن يقول في هنت ومنت وكيت وليت، يقول فيها هنوي هنتي ومنتي، وهو لا يقول بها. هنت كناية عن المرأة أو الفعل القبيحة، منت تستعمل في الحكاية، تقول جاءت امرأة تقول منت، أو تقول منه مرت بك الحكاية. قال هو لا يقول به. وعلى العموم إذا نسبت إلى كيت وليت وكلتا وثنتان، فكما تنسب إلى مذكرات تقول في ثنتان ذلوي، وفي كلتا كلوي، وفي كيتة كلوي، وفي ذيتة ذلوي. أنا أقوله وحق مجبور وبأخ أخت وبابن بنت الحق ويونس أبا حذف التاء وضاعف الثانية. هكذا عالج رحمه الله المحذوفة وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه ذولين. إذا نسبت إلى الثنائي وضعا فإن كان ثانيه صحيحا فأنت بالخيار، إن شئت ضاعفته ونسبت إليه فتقول في هل منسوبا إليها هل لي بمضاعفة اللام أو هلي، وفي كم كمي أو كمي. فإن كان ثانيه معتلا عليك أن تضاعفه قبل أن تنسب إليه، فتقول في من اسمه لو، تقول لو ثم تقول لووي
كما تنسب إلى دو وهي الصحراء الخلاء فلا تقول دوي وتقول اسمه كي كي ثم تقول كيوي كما تنسب إلى حي فتقول حيوي فإن كان ثاني نعم الواو لا بد من قلب الياء واو حتى لا تتوالى الياءات والكسرات مضبين هذا مضيناه فتى لو نسيت تقول فتوي تقلب الياء واو استثقال اجتماع الياءات والكسرة مضبين هذا مضب كما قوله فإن كان ثاني ألفا الألف إذا ضعف صار همزة من اسمه ما التعجبية أو الاستفهامية أو النافية تقول مائي ضاعفت الألف فصار الثاني همزة كما تقول في صحراء أصلها صحراء أرادت العرب المد وهو من أغراض الزيادة عندها جاءت ألف قبل ألف هذه انقلبت الثانية همزة فصار صحراء أظهر أنا قوله وضاعف الثانية من ثنائي ثانيه لينك لا ولا اقرأ سبق أن عالج المحذوف اللام هنا سوف يعالج المحذوف الفاء قال وإن يكن كشية ما الفاء عديم المحذوف الفاء إن كانت لامه صحيحة لا تعاد إليه الفاء في النسب فإذا نسبت إلى صفة تقول صفي وإلى عدة عدي فإن كانت لامه معتلة عليك بإعادة الفاء فتقول في النسب إلى دية أصلها ودا تقول ودوي وفي شية أصلها وشا تقول ويشوي هكذا قال ولم يذكر حكم النسب إلى المحذوف العين وحكمه أن لا تعاده العين فتقول في النسب إلى منذ إذا جعلتها كمساء إذا جعلتها مذ تقول مذي وفي سه أصلها سته سهي قال وهو مقيد بما لم تكن فيه لم تكن ما لم يكن مضاعفا وما لم يكن معتل اللام فإن كان مضاعفا أو معتل اللام وعيث العين وجوبا فتقول النسب إلى ربا إلى ربا مخفف ربا تقول ربي بإعادة العين لأنه مضاعف وتقول النسب إلى يرى صح يرى ساقطة عينه تقول يرائي بإعادة العين والمري تقول المرائي الحذر لم يذكره هذا قوله وإن يكن كشية ملفاعد فجبره وفتح عين اقرأ والواحد أفضل ما سمان من جمعه إذا نسبت إلى المثنى أو الجمع فعليك بإعادته إلى مفرده قيل لك انسب إلى كؤوس تقول كأسي إلى كتب تقول كتابي إلى مساجد تقول مسجدي هذا إن لم يشابه واحدا بالوضع وذلك أربعة أقسام أن يكون لا واحد له أصلا لو نسبت إلى أبابيل لا واحد له تقول أبابيلي عباديد عباديدي أو له واحد لكنه جمع الشذوذا كملامح مفرده لمحة قالوا في لمحة ملامح انسب إلى لفظه تقول ملامحي أو كان له واحد ولكنه يوقع في اللبس كأعراب أعراب جمع عرب رحمك الله إذا نسبت إلى أعراب وقلت عرب تقول عربي يظن أنك تنسب إلى عرب وأن تنسب إلى أعراب أبقه كما هو فتقول عربي كما هي لغتنا وكذلك إذا كان الاسم وضع من أول الأمر جمعا من اسمه كلاب تقول كلابي من اسمه أنمار تقول أنماري من اسمه أنبار مجموعة وقبائل تجمعت في غربي العراق يقال فيها أنباري لأن الاسم وضع جمعا أو جرى مجرى الإعلام كأنصار تقول أنصاري أنا قولي والواحد يذكر ناسبا للجمع لم يشابه واحدا بالوضع اقرأ النساء قد يكون صحيحا لأنه لا مراد له من لفظه عرفت؟ نقرأ ومع فاعل وفعال فاعل قد يستغنى عن النسب بفاعل تقول رجل لاب صاحب لبن رجل تامر صاحب تمر وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي المطعم الكاسي
وكذلك يقول أنا فارس، كلنا نقول فارس يا صاحب فرس، بدل يقول فرسي قالوا فارس، هذا وفعال كبزاز وعطار، والباب سماعي لا يقال في من يبيع البر برار، ولا من يبيع القمح قماح، لا يقال هذا، باب سماعي على العرب وفعل. قال لست بليلي ولكني نهر، صاحب نهار لا أزلج الليل ولكن أبتكر ما أقولين، ومع فاعل وفعل فعل في نسب أغنى عن الذي فقبل، قالوا منهم وما ربك بظلام، ظلام قالوا بظالم. إذا نفيت صيغة المبالغة فإنك لا تنفي أصل الشيء. إذا قلت زيد ليس بكذاب، بكذاب قد يكون كاذب، قد يكون كاذبا لأنك نفيت الكثرة بظلام، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أصلا. من هنا نقول إن هذه صيغة مبالغة لا ليس على بابها، ليس بظالم أصلا، ما ربك بظلام. ما قلت استغفر أنا أقول ومع فاعل وفعل فاعل بنسب أغنى عن الياء فقوا بالقرى رحمه الله، وغير ما أسلفته مقررة أو مقررة على الذي ينقلوا منه اقتصر. قال وقع الشواذ في النسب غير ما قلته، تسمع من العرب كالنسب إلى حرورا قالوا حروري، وقياسا يقال حروراوي حروراوي، وجلولا قياسا تقول فيها جلولاوي قالوا فيها جلولي، وفي النسب إلى الري قالوا رازي، وفي النسب إلى مرو قالوا مروزي، وفي النسب إلى البحرين قالوا بحراني. قال بعضهم خشية أن يلتبس بالنسب إلى البحر، يقول في البحرين بحري يظن أن تسمى إلى البحر، ولعله مما تقدمت إشارة إليه. وكذلك قالوا في النسب إلى البصرة، النسب إلى بصري لا يقال بصرة يقال بصري، قالوا حتى لا يلتبس ببصرة، بصرة مدينة في الشام في سوريا حاليا. أنا أقول غير ما أسلفته مقررة ومقررة على أن ينقلوا منه. انتهى الباب.